شوف، أول شيء من الأعمال الإعلامية اللي يجب أن لا تمر مرور الكرام بالنسبة للاتحاد السعودي أو بالنسبة لنادي النصر أو بالنسبة لأي إدارة. أنا ممكن أخذ هذا الفيديو أوكي من خلال رجل خبير قدم نفسه بشكل متميز جدا جدا مع النصر. وبعدين شوف، أنا عجبني مرة من المرات في مباراة ديربي الهلال والنصر للاستديو التحليلي، لما قبل ما ينتقلون للشوط الثاني سعد الحارثي اختصر الكلام بكلمة واحدة، قال له ما أذكر والله من اللي كان يقدم، بس قال له إيش النصر الشوط الثاني؟ قال فيتوريا. لما تشوف فعليا مباراة الديربي بوجود تشعر بأنه اللي حدث للنصر وحط النقاط في الجيب هو المدرب أكثر ما أوكي عطاء مرابط حمد الله بقية اللاعبين، لكن قراءة الهلال وقراءة الأوراق اللي قاعد يستخدمها رزفان وكيف قدر يتفوق عليه. إجمالا أنا أقول أنه اليوم اتحاد كرة القدم جالس يسن سنة إيجابية، من ضمن السنن الإيجابية والمتميزة شفنا رزفان صاحب امتياز دوري أبطال آسيا اليوم يحاضر على المدربين ويستفيدون من خبرته. أنا أقول برضو هذا اللقاء اللي قدموه الشباب الحلوين في كورة جميل جدا، تقدر أنت تاخذه أوكي وتحطه، بس تشغله فيديو ترى ما يحتاج فيتوريا نفسه يجي، اسمع وتعلم وشوف النظرة كيف. إيش اللي قاله مختلف؟ إيش اللي قاله مختلف؟ شوف شوف حتى التخطيط على موضوع الأكاديميات، على موضوع اللاعبين، إنه رسائله اللاعبين وكيف وجه لاعبين وكيف قدر. هنا برضو من الأشياء الإيجابية، اليوم حنا نقول إذا مدرب عنده دروب أوكي ونتائجه دروب، فجأة تشير وتجيب محمد الصدعان ولا ماجد التويجي ولا تركي العجمة، ممكن أنا أفوز حتى لو أنا ما عندي شيء. هنا تجي الصدمة المعنوية. هذا مدرب أوكي يمتلك جانبين، جانب فني عالي جدا وجانب معنوي. أنا أبغى أقول حاجة بس يا أبو جود، لما أنا جيت على هذه الطاولة عشرات المرات وفي أمن أنا مستعد أجيب لك قائمة يمكن هنا وهنا لو أصفهم ما يكفون، إعلاميين هلاليين لهم خبرتهم، بعد التعادل أمام الفيحة يقولون رزفان ذا ما عنده سالفة وشيلوه وقاعد ما يعرف يوظف اللاعبين، وأجيب لك لاعبين لعبوا في الملاعب سنين طويلة، هذا فاشل ما يعرف يدور اللاعبين على مسؤوليتي وفي استديوهات تحليلية. أنا المراسل قلت بأن هذا المدرب ممتاز جدا وقاعد يتعامل وفق الإمكانيات اللي عنده وحيخلق فريق ذو هيبة عالية جدا. أنت واحد من اللي جننك رزفان ذهابا وإيابا أمام أوراوا، أنت تقول ماني قاعد أشوف غلطة. صحيح، هذه مش من 11 لاعب في الملعب، لا، لو ما وراهم رجل فني على مستوى عالي قرأ أوراوا صح في الرايح وفي الجاي ولا خلى غلطة، كنا نقول يا تركي إيش نقول؟ كنا نقول الكرة الثانية للهلال ما في مجال لا في الذهاب ولا في الإياب. هذا لا لا لا، لا تقول لي شغل لاعب، لا تقول لي جوميز ولا فلان ولا زعطان الحالة، لا لا، هذا شغل مدرب. هذا اللي نبغى نقوله، إنه لما تجيب الرجل المناسب في المكان المناسب عطاه المساحة، عطاه الفرصة، مو من أول طقة مع السلامة. هذا الشباب قالوا سابع مدرب راح، ويمكن تتكلم عنه بعد شوي، سابع مدرب في الدوري السعودي راح وحنا ما كملنا الجولة العاشرة. إيش طيب إيش اللي قاله فيتوريا مختلف؟ إيش اللي قاله أمس؟ أنا قلت لك الحديثة حديثة طبعا. شوف، ما أقول ما أسميه غرور، خلني أسميه ثقة بالنفس في بعض رسائله اللاعبين. زي إيش؟ لما قال لهم وش حق تذيك اللي قال لهم إنه لا لازم إيش؟ في واحدة قال لهم لازم تشوفوا أنفسكم على أنكم لازم تتواضعون شوي، لازم تتواضعون. هذه ترى فيها يعني، هو حس انه هدوا تواضعوا، اعرفوا انه اوكي انت حمد الله تشوف انك الافضل تواضع، لانه ممكن جوميز يطلع عليك، ممكن رادو يطلع عليك، ممكن فلان يطلع عليك، تواضع شوي وراجع نفسك وراجع حساباتك. في رسائل من تحت الماء مبطنة تعلم اللاعب انه اوكي انت ممتاز جدا بس راجع نفسك، حاسب نفسك.